الايجابيات ايه هي يا كابتن؟ كنت لسه هسالك، انت بتقول جيد، بناء على ايه بتقول جيد؟ ايه الايجابيات اللي حصل، او انت شايف لا ده شكل جديد او في ايجابيه في نقطه معينه؟ زي ما قلنا بنتكلم بالمعايير مش بنقول كلام مرسل. اول حاجه بنتكلم على نقطه مهمه جدا، الحكام كم مره راحت الفار في 9 جولات يا كابتن هاني؟ يعني احنا قلنا دايما الحكم يروح للفار تبقى في مشكله. كمان يعني انت مقياسك يا كابتن الحكم عدد المرات اللي يروح ليها للفار ده ممكن تقيم من خلاله الحكم؟ مش مقياس انا، ده مقياس الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والاتحادات القاريه، ان احنا بنقيم الحكم هل كم مره راح للفار. لان طالما راح للفار يبقى هو ما كانش محضر حاله، ما كانش مركز، ما كانش مهتم، ما كانش متواجد. كمان الدرجه كمان كابتن هاني للحكم بتقل. فبنتكلم اول ايجابيه ان عدد مرات الذهاب للفار كانت قليله جدا جدا جدا. جميل. او تدخل الفار ما كانش كتير، دي اول ظاهره. الظاهره الثانيه ان هي بنقول توحيد القرارات، يعني في قرارات كتيره جدا جدا كانت بعض قرارات الحكام خاصه في ماتش النادي الاهلي والمصري في حال الطرد باهر محمدي، نفس الحاله كمان كانت في ماتش الزمالك وبيراميدز حال الطرد لمحمود علاء. المعايير كانت الى حد كبير معايير كانت واحده. جميل. دي بالنسبه لحاجه ثانيه. المفاجاه يا كابتن هاني النهارده في التعيينات، الراجل النهارده يعني لاعب ثلاث حكام دوليين، ابراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود ناجي، دول ثلاثه دوليين في القائمه الدوليه، وخد معاهم اثنين خبرات، عبد العزيز السيد محمود بسوني، واضاف او عين اربع حكام صاعدين. جميل. ودي يعني جراه من لجنه الحكام، بيعين مين؟ هشام القاضي، محمد العتباني، مصطفى عثمان، مش عاوز صبحي العمراوي، اربعه من الحكام الصاعدين اداروا اول جوله. وده خلي بالك يعني هو الراجل النهارده عاوز اقول ايه، دفع بدولت ونتائج كانت نتائج جيده. الكلام جميل جدا جدا، ولكن الصوره والفيديو والحالات التحكيميه هتبقى ان شاء الله افضل. المعايير بتاعتنا بنقولها في الاخر تحليل تحكيم جيد واختيار الافضل يا كابتن هاني، وده مهم قوي. طيب خلينا في الافضل للجوله الاولى. في الافضل نشوف هنا هذا الحكم المتميز اللي بيقولوا عليه محمد عادل، ادار مباراه تحت ضغوط. كان عنده مباراه قبل كده وجه ادارها بنجاح، كان محمد عادل هو كان افضل حكم، على الرغم ان كان هناك حكام عندنا الحكام الصاعدين كلهم، وكان محمود حسين حكم كويس، ولكن هو كان افضل حكم. الحكم اللي هو كاس العالم كان محمود ابو رجالي، اللي هي الحاله الاولى اللي احنا شرحناها هدف بيرستاو، وده كان المساعد كابتن هاني، اللي كمان كان في اتصال كوميونيكيشن سيستم مع الفار، شرح له قال له انا شفت ايه عشان يبقى في تفاهم، وكانوا بينه وبين طارق مجدي. هنا عمر فتحي حكم اسكندريه كان الحكم المساعد اللي احنا قلنا ان هو تعاون بالقرار في حاله طرد لاعب الزمالك محمود علاء، اللي هو رفع الرايه لمحمود بسوني، وكان التعاون موجود، بنقول ان هو افضل حكم مساعد. هنا طارق مجدي حكم الفار اللي كان في الحاله الاولى ايضا في مباراه الاهلي، اللي تفاهم تماما. هذه الحاله خلي بالك مهمه جدا، لو الفار تدخل النهارده وجاب محمد عادل وقال له تعالى بقى في تدخل وفي تاثير وبتاع، كانت عملت مشكله. ولكن شوف بقى توافق القرار والرؤيه ما بين المساعد رقم واحد وحكم طارق مجدي والحكم، كانت دي ما يميز مباراه النادي الاهلي والمصري. هنا محمد سلامه ميدو يتدخل بالقرار في مباراه اللي هي هشام القاضي، حسب ركله جزاء اللي هي اللاعب المدافع لم ينجح في لعب الكره وارتكب مخالفه، وهنا كان محمد سلامه كان على الفار. النهارده كان حكم فار كان جيد. هنا عندنا محمد احمد عباس الشهير بمحمد مايو، اللي كان في المخالفه اللي هي كانت مع صبحي العمراوي، وكانت دي 94 وكانت الوقت صعب جدا جدا كابتن هاني، وهنا اشار بالقرار كونفيرم مع الحكم، والحكم خد نفس القرار. بنقول هؤلاء دول الافضل في الجوله الاولى. عاوز اقول دولت فريق العمل او فريق الحكام في الجوله الاولى. خلينا بقول احنا الاتحاد الدولي النهارده دايما يقول لك فريق الحكام زي ما فريق كره القدم. صحيح. هناك فريق الحكام تيم 1 اللي هم ايه؟ اللي هم اداروا الجوله، على الرغم ان عندنا حكام كتير جدا، عندنا احمد توفيق وعندنا سمير جمال، الحكام النهارده كتير جدا، مش عاوز اقول اسماء، ولكن بشكل عام الافضل كانوا هؤلاء الحكام في الجوله. طب